يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب جميعا تكونوا بخير وطيبين، وكل سنة وكلنا طيبين. النهاردة ليلة عيد، ليلة عيد في بيوت كتيرة قوي، وأي احتفال في أي بيت مصري بيبدأ بيه هنعمل أكل النهاردة. فالنهاردة سفرتنا سفرة ليلة عيد من الدرجة الأولى. هنعمل أكل النهاردة، بعد الفاصل استنونا. مفيش أسرع من الأيام، 55 يوم عدوا، وكمان لو فكرنا هنلاقي إن شهر رمضان خلاص جري. هنا بنعيد واللحمة طلعت والفراخ طلعت، وهنا كمان عيد الفطر بيهل علينا. أيام كلها بهجة وفرحة، مفيش بيت فيك يا مصر ما بيستعدش للعيد. يا رب يعود علينا كلنا الأيام بخير. وزي ما اتفقنا، أي احتفال أول حاجة بنسأل نفسنا يا ترى هنطبخ إيه النهاردة؟ سفرتكو عندي. عايز أقول لكم، لو رجعنا وسألنا أي بيت مصري ها بتعيده بإيه؟ هيقول لك طبعاً بالفتة. فتة دي رقم واحد، وأي حاجة تانية تيجي جنبها. أي بيت مصري، مش هميز، مش هقول أي بيت كذا وكذا، لا، أي بيت مصري هتلاقوه أول حاجة هيفكر فيها في أي عيد أو مناسبة عيد هي الفتة. عشان كده النهاردة أنا هعمل الفتة. الفتة بتاعتي فتة مميزة جدا جدا جدا، عايز أقول لكم خطيرة من أول اللحمة. ويعني إيه نسلق لحمة؟ يعني دي محتاجة تعليم يا بيبا. صدقوني اللحمة ناس كتير قوي بتشتكي إن مهما بتجيب قطعية حلوة وتعملها تقولك لا دي بتشد معايا. ليه؟ عشان إحنا سويناها غلط. اول حاجه علشان نعمل فته حلوه محتاجين حته لحمه حلوه علشان نطلع منها شوربه حلوه علشان نسقي بيها فتتنا. طب تعالوا نقول مقاديرنا بقى ونشوف فته العيد بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. زي ما اتفقنا، اول حاجه هنسلق اللحمه. محتاجه 2 كيلو لحم موزه، تمام؟ في ناس ما تحبش الموزه، تحب السن وماله. طيب محتاجين زيت زيتون، زبده مكعبات، مستكه، ورق لوري، حبهان، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، بصلايه، طماطمايه، فلفل حار، شرايح جزر، كرفس، وميه طبعا سخنه علشان نعمل الشوربه دي علشان اسلق اول حاجه اللحمه. طيب طبعا فته يعني شويه رز حلوين عشان هعمل الاتنين مع بعض. طيب الرز بتاعي بقى محتاجه برضو فيه مكعبات زبده وزيت زيتون من وادي فود، حبهان، مستكة، ورق لوري، ملح وفلفل اسود، وكيلو ونص رز مصري. يا فيفا دي كمية طبعا، لازم تكون كمية معتبرة، دي فتة العيد. وعيش بلدي طبعا مكعبات متحمص فيه شوية زبدة، شوية زيت زيتون، وشوية ثوم. وكمان محتاجة زبدة وزيت زيتون علشان احمر اللحمة بتاعتي. تعالوا وقت الطشة نقول مقاديرها، هقولها دلوقتي وهرجع اقولها تاني عشان تبقى مرة واحدة. طشة الثوم والخل بتاعتي لشوربة فتة العيد. الطشة بتاعتي عبارة عن ثوم مفروم كتير، يتحطوا فيه شوية زبدة وشوية زيت طبعا زيتون، ونحط عليهم نص كوباية خل، وطبعا اختياري الصلصة، كمان هحط عليها صلصة عشان في بيوت كتير بتعمل، في بيوت كتير قوي بتعمل الفتة بيضة، وفي بيوت تانية بتعمل فتة حمراء، وانا هعمل طبعا الاتنين علشان مفيش حد يزعل. اول حاجة زي ما قلتلكوا هبدأ ان انا اعملها هي ان انا هسلق حتة اللحمة بتاعتي. تصدق يعني بجد، ودي حاجة مهمة قوي ان انا اسلق اللحمة صح علشان استمتع بطعمها، عشان ما تشدش معي، عشان لقيها لونها حلو من جوه. يبقى لونها حلو من جوه، عشان ما تاخدش وقت معاكي في التسويه. طيب هعمل ايه؟ هجيب رشه زيت زيتون عندي هنا في الحله، وهروح جايبه بقى مكعب زبده. طبعا النهارده في بيوت الاقباط
الايه اللحمه طلعت. يبقى حدش بص ما حدش بقى ايه يعني قدنا، اللحمه طلعت عندنا. والله بقول شعر، ما حدش قدنا، اللحمه طلعت عندنا. وطبعا في بيوت بتعمل بانيه، في بيوت بتعمل ممبار، في بيوت بتكتفي بيه شويه الفته والبيض، بيض مزغلل، وكمان بيعملوا معاه كبده. بصوا يعني بتختلف، بس هتلاقوا كل البيوت اساسيه عندها الايه الفته. طيب عندي هنا الحله بتاعتي سخنت كويس قوي قوي قوي. بص مهم جدا انزل اللحمه عندي في حله سخنه اهو، واحطها جنب بعض مش على بعض، جنب بعض مش على بعض. طب يا هيفا انا الحله بتاعتي كبيره، بس معلش يعني الكيلو يا دوبك هياخد حله، وانا ما شاء الله عامله كميه حلوه بقى، دي ليله عيد. هتعملي كالتالي، هتحمري زي ما انا بحمر كده، وترفعي في طبق وتنزلي غيرها، وترفعي في طبق وتنزلي غيرها، لحد ما تخلصي كميتك خالص. بعدين ترجعي كل اللحمه تاني وتروحي حاطه عليها بقى الميه السخنه في الاخر. ولكن انا دلوقتي هعمل زي ما انتم شايفين كميه، وعامله الباقي. بصوا بحمرها ازاي يا جماعه، مهم قوي انها تاخد اللون ده. على ضمانتي اسلقي لحمتك على طريقتي، وادعيلي وانت قاعده انت كده وكل حبايبك بتاكلوا الاكله الحلوه واكله العيد. يا رب دايما متجمعين وما ناقصنا حد ابدا على سفرتنا. طيب احط بقى فص مستكه كده هنا لو موجود، مش موجود خلاص ماشي. ورقتين لوري بيدوا للشوربه نفس تاني، فصين حبهان، دي مهم قوي، رشة الملح، ورشة الفلفل الأسود. ايه رأيكم في الكلام ده بقى؟ وأقلب. بصوا بقى اللون، عايز أقول لكم حتة اللحمة كده صدقوني من ريحتها تتاكل بشوية ايه؟ بشوية الملح والفلفل الأسود دول. طيب بعد ما حمرناها كده يا فيفا تمام، ها هنعمل ايه؟ عندي بقى بصل احطه، طماطمايه بحطها، قرن فلفل صحيح، كرفس بحط، جزر بحط، واروح حط عليها الميه السخنه، مهم قوي. تمام كده، تمام كده. هسيبها اول ربع ساعه بتقلب. يعني ايه بتقلب؟ يعني النار عاليه، لازم تكون النار عاليه عليها اول ربع ساعه، تغلي كويس جدا خلاص. وبعدين اروح مهديه النار واسيبها، طبعا مغطياها، اسيبها بقى براحتها براحتها، تاخد ساعتين تاخد ثلاثه، انت والكميه اللي انت بتعمليها هتفرق جدا جدا في تسويتها. هتاخدي حته لحمه دايبه، اتعمليها كده بالشوكه تفك منك، هتاخدي شوربه ما حصلتش، هتعملي بيها احلى فته وشوربه ورز. بصي هتعيش معاكي الفته دي، الشوربه دي هتعملي بيها حاجات كتيره قوي في اليوم ده، تمام؟ طيب دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل شويه الرز بتوعي. طيب ادي الحله بتاعتي، هروح جايباها وحطاها. طبعا احنا هنقول ان احنا كده الشوربه بتاعتنا واللحمه بتاعتنا خلاص جهزت استوت. ليه؟ لان انا عامله نص ثلاث ارباع الكميه اهي. بصوا تعالوا شوفوا الشوربه عامله عندي ازاي، شايفين؟ بهريز، ماشي براحتكم. شايفين الشوربه؟ طبعا كوبايه الشوربه قبل اي حاجه، نبدا بايه؟ بسم الله كده شوربه على طول، لان الشوربه يا جماعه بتطلع خطيره اهي. مين اللي هشيل لكم ده؟ اهو الله، بصوا بقى لونها عامل ازاي وهي عامله ازاي اهي. بصوا بقى كمان حته اللحمه دايبه، شايفين؟ بصوا بصوا، جيب شوكه كده واوريها لكم اهي. بصوا 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 بقى لونها جوه عامل ازاي، لحمه موزه زي كل البيوت بتجيبها، البيوت المصريه. شفتوا اللون ده؟ هو ده لون اللحمه. لون اللحمه ما يبقاش يا جماعه رمادي، لازم يبقى لونها روز كده،
شايفين دي بقى لا تلزق بقى ولا تشد معانا ولا تغلبنا في اكلها، دايبه دايبه. اعملوا بس اللي انا بقوله لكم ده وتاخدوا شوربه ما حصلتش. تعالوا بقى يلا نسوي الرز بتاعنا زي ما اتفقنا. الرز بتاعنا لازم يكون واخد طعم من الايه، الشوربه وطعم الفته، علشان كده انا بحط فيه شوربه. بعمله شويه زيت زيتون من ويدي فود وكمان مكعبين زبده، واروح حطاله بص مستكه معايا هنا يختفي، انزل بايه بالرز، يختفي انزل بالرز تمام، واقلب. طبعا تظبطي حياء ايه، تظبطي حياء الشوربه بتاعك قبل ما تبداي تدخلي الشوربه دي في اي حاجه تانية. تظبطي الحياء بتاعها، عايزه ملح تحطي، عايزه فلفل اسود تحطي، تمام كده تمام كده. ادي تقليبتين حلوين و عود ايه، ورقه لوري عود، وفصين ثلاثه حبهين. يبقى انا حطيت ايه، حطيت ورقه لوري فصين ثلاثه حبهين واقلب اهو. طبعا من الصبح بدري هتلاقوا كل البيوت قايمه وريحه الاكل ايه ده مفحفحه مفحفحه، كل البيوت بتطبخ، اللي مستني يفطر الساعه 6 فطار رمضان، واللي مستني يفطر الساعه 12 فطار ايه، عيد الايام. يا رب يقعد علينا كلنا الايام بخير. ننزل بقى بالشوربه، الله اسمع صوت الحلو ده. عايزه تحطي نص الكميه شوربه ونصها ميه تمام، عايزه تعمليها كلها بالشوربه براحتك، عايزه يعني تخلي الشوربه علشان هتعملي مثلا معانا شوربه فراخ برده حلو خليها اهي. ونكمل بايه، الله، عشان كوبايه الشوربه دي اساسي. سيبي لحبايبك، كل واحد هيبقى عايز ايه يدوق الشوربه اللي ريحتها هتبقى مفحفحه اهو تمام كده. حطيت طب فصين الحبهان هشيلهم ازاي، هنشيلهم مع بعض اتفقنا، اتفق. هحط كده ايه الملح، وممكن طبعا تحطي ايه حبهان مطحون زي ما احنا متعودين على طول ان احنا بنحط حبهان مطحون براحتك اهو. حطيت بس ايه رشه فلفل اسود صغننه كده مع الملح، اتفرجوا الحلاوه بقى ريحه الرز ايه. بصوا ورقه اللوري دي، وبعدين خلوا بالكم الشوربه، الشوربه ريحه الكرفس فيها حاجه تانية بجد. الكرفس يا جماعه في اي شوربه موال تاني، اكتشاف. قرن الفلفل يا فيفا هينزل الشطه بتاعته؟ لا خالص، قرن الفلفل مش هينزل اي حاجه حاره. ليه؟ لان انا ما فتحتوش ولا عملت اي حاجه، انا حطيته صحيح كده، ادي طعم بس طعم، لكن مش هيديني. خلاص عايزينها سيبها لكم. هغطي الرز، اغطيها ماشي، هحط بقى الرز تمام اهو، اغطي غطاء واسيبه يستوي على الاقل من مهله. وكمان عندي هنا الشوربه بتقول احلى كلام وريحتها حلوه قوي قوي. بقيه المنيو بتاعنا ايه النهارده بعد الفاصل، استنوني. مش شبه بعض بس في الاكل اللي بنعمله، لا احنا شبه بعض وكلنا واحد، حتى في اول حاجه بناخدها من على السفره. يعني اول حاجه كده بنبدا نستلمها من على السفره وناكل منها هي طبق الشوربه، ده مهم قوي قوي. فعشان كده بقى النهارده محضره لكم طبق شوربه، انما ايه طبق حلو حلو حلو.
عملته كتير باللحمة، قلت طب وانا ليه ما اعملهوش بالفراخ، خصوصا ان انا منورني ومشرفني منتجات وادي فود اللي دايما بجد بعتمد كمان على منتجاتهم في الدواجن، سواء كبد وقوانص اي قطعة من الفراخ، كمان الفراخ الكاملة مش كده بس. طبعا احنا عارفين ان ليهم منتجات كتير، بس احدث منتج عملوه هو منتج العدس الاسود اللي هو جاهز من العلبة على الاكل، لا تنقعي ولا تسلقي ولا تطبخي خالص، جاهز على طول من العلبة على الاكل. طبعا حملنا بيه وصفات كتير، ده اجدد منتج عندهم. طيب نرجع لوصفتنا اللي هي وصفة الشوربة اللي انا مستخدمة فيها صدور من دجاج وادي فود. منتج الوصفة بقى بتقول ايه، تعالوا اقول لكم. هحتاج شوية زيت زيتون، هحتاج نص كيلو صدور دجاج، 400 جرام لسان عصفور متحمر، 3 معالق كبيرة صلصة، 4 ورق لوري، حبهان ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، وعندي هنا اوراق البقدونس، وبصل مفروم ناعم، وشطة ناعمة، ومية طبعا سخنة. نقول تاني يلا. هعمل شوربة لسان عصفور بالفراخ المرة دي. هحتاج زيت زيتون، نص كيلو صدور دجاج، 400 جرام لسان عصفور متحمر، 3 معالق كبيرة صلصة، 4 ورقات لوري، حبهان، ملح وفلفل اسود، وهحتاج جوزة الطيب، ورق بقدونس، بصل مفروم، وشطة ناعمة. طيب اول حاجة هبدأها ان انا طبعا الاول هعمل ايه، هحط الحل عندي واحط فيها شوية زيت زيتون وبرده مكعب زبدة. بصوا كده بحيث ان انا بظبط الطعم بالاتنين دول، بعتمد عليهم جدا جدا. ادي اهو شوية زيت زيتون ومكعبين ثلاثة زبدة. هعمل ايه بقى؟ طبعا اول حاجة ان انا بقطع الفراخ عندي اهي مكعبات صغيرة، عشان دي ايه؟ عشان دي شوربة. اي حاجة يا جماعة من لحوم او فراخ تتحط في شوربة لازم اقطعها صغنن اهو كده، واقطع تاني. الله على الريحة من الكيس على طول عندي، بنشفها بس كويس جدا واشتغل على طول اهو. اقطع كده واقلب بقى، وطبعا بحط ايه، ملح فلفل اسود زي ما اتفقنا اهو، وطبعا ورق اللوري اللي هو بيحليلي طعم اي شوربه، ورشه جوزة الطيب، ونحط كمان فصوص حبهان وقلبي. الشوربه دي خطيره بجد، يعني انا مش عايزه اقولك هتعجبك ازاي. واهو يعني انت ممكن تعملي بكميه اقل، انا استخدمت صدرين بس. طبعا اليوم ده زي ما قلنا في فراخ بانيه هتتعمل، ماشي، انا طبعا ما عملتوش اللي احنا عملناه قبل كده، فانت ممكن هتحمريه تحطيه على السفره على طول. هنا كمان ايه، فص المستكه بحطه، تمام اهو، طبعا موجود موجود مش موجود خلاص، موجود يا عبد الموجود، واحط عليها ايه، بصلايه بعد ما اتاكد ان الفراخ عندي تمام، احط عليها البصلايه. بصوا بقى ده لسان عصفور انا محمره، وبعد ما حمرته صفيته من اي نقطه زيت. تاني ده لسان عصفور انا محمره، انا عايزه الشوربه تبقى خفيفه مش دسمه وتقيله، ممكن جدا بدل ما احمره في قلي عميق اروح محمراه في الاير فراير، او اروح مدخلاه الفرن، هينفع هينفع جدا، وبرده مقلبه بشويه زيت زيتون، هينفع هينفع جدا جدا جدا. يبقى انا عايزه الشوربه بتاعتي خفيفه، بلاش تحمري لسان عصفور
وتروحي بكل الزيت اللي فيه تروحي كوب هنا على الشوربه. لا يعني فلتري لي كده لسان العصفور ده ماشي، ونزلي كل الدهون اللي فيه او اعمليه في الفرن او في الاير فراير، هيديكي نتيجه حلوه قوي. الله على ريحه الفراخ مع شويه البصل والتوابل اللي احنا حطيناها. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نحط عليها الميه السخنه. طب يا فيفا احنا عندنا شوربه، طب ما احنا هنا هنعمل شوربه، ما احنا كده بنعمل شوربه من شويه الفراخ، فهمتيني؟ وفري الشوربه للفته وكوبايه الشوربه اللي هتشربوها قبل اي حاجه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح حط لسان العصفور كمان اللي انا ايه حمرته اهو. تمام التمام كده. انا عندي الفراخ استوت على فكره، التشويحه دي بتسوي الفراخ. وبعدين اجي بقى للي هتنقل لي عندي هنا الشوربه في حته تانية خالص. هي ايه؟ معلقتين صلصه، معلقتين صلصه على الشوربه دي. انتوا بقيتوا في حته تانية من الشوربه بجد، صلصه وادي فود اهو. تمام كده ونقلب بقى. وبصوا بقى التركه دي، بقدونس، بقدونس في الشوربه، واتفرجوا على الطعم. يبقى انا حطيت الفراخ شوحتها الاول بشويه ايه، شويه زيت زيتون من وادي فود ومكعبين زبده. الفراخ عندي استوت طبعا، حطيت لها توابل، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، مستكه، الحاجات دي لو موجودة طبعا تبقى حلوة قوي، ورق لوري، حبهان فصوص، حبهان مطحون زي ما انت عايزة. وبعدين هروح حاطة المية السخنة وحاطة اللسان عصفور اللي محمراه ومعلقتين صلصة وادي فود وبقدونس. يا نهار ابيض على الريحة اصلا. واقول لها استوي بقى كملي سوا. انا دلوقتي بسوي ايه لسان عصفور ليه؟ لان انا عندي الفراخ هنا استوت خلاص. انا دلوقتي بسوي اللسان العصفور. طيب هل يا ترى نقدر نستغنى عن وجود حبيبنا كلنا المنبار النهارده؟ تفتكروا؟ لا، بصوا ده في بيوت كتير اساسي، يا اما ليله العيد يا اما يوم العيد، بصوا حاجه كده اساسيه. انا حطيت هنا رشه جوز الطيب، تعالوا نهدي هنا على الرز كمان ماشي. بصوا بقى الرز، تعالوا كده شوفوا الرز بقى، الله، بصوا 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 نفلفل ازاي ويجنن، شايفين لونه بيحكي عنه. ادي ورقه اللوري وادي الحبهان بتاعنا، هنشيله كله، هنشيله، لونه خطير. ليه؟ لانه معمول بشوربه اهو. تمام، هسيبه. وتعالوا بقى نشوف الممبار بتاعنا هنعمله ازاي بعد الفاصل، استنونا. طيب عملنا الفته، عملنا الرز، عملنا الشوربه، ننزل بقى بالتقيل كله، الممبار. في ناس تعمل ممبار وحمام، دول ناس بصوا كده ذوق عالي في الاكل. انا النهارده هعمل لكم ممبار، واحنا لسه كنا عاملين حمام بس برضو هنعمله في الايام الجايه كمان. طيب الممبار بتاعي يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن ممبار ورز. تعالوا نقول المقادير. طيب هحتاج نص كيلو ممبار، هحط عليهم 3 كوبايات رز مصري، بصلتين حلوين كده مفرومين ناعم، طبعا بقدونس، كزبره، شبت، طماطم مضروبه في الخلاط من غير نقطه ميه، معلقتين كبار صلصه علشان يعني انا عايزه اللون حلو قوي كده،
كمان هحط هريسه شطه. يبقى انا كده هحط ايه؟ صلصه وهريسه شطه من وادي فود. عايزه اقول لك هريسه الشطه هتديني طعم حار من بعيد، الناس ما بتحبش الحاجه حاميه قوي هتتبسط بيه. تمام. وطبعا محتاجه جزر مبشور علشان الشوربه، كرفس، ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب، قرفه، سبع بهارات، نقطه كمون، شطه اختياري، كمان حبهان، وورق لوري. تعالوا تاني نقول يلا بينا. نص كيلو ممبار، 3 كوبايات رز مصري، بصلتين كبار مفرومين، ربطة شبت كزبرة بقدونس. هحتاج بقى طماطم مضروبة في الخلاط من غير ولا نقطة مية. هحتاج كمان معلقتين كبار من صلصة وادي فود، معلقة كبيرة هريسة شطة، وكمان هحتاج جزر وكرفس علشان السلق، مهم جدا جدا، بيديني طعم حلو وريحه حلوه قوي. وكمان هحتاج ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب، قرفه، سبع بهارات، كمون، شطه، حبهان، وورق لوري. اتفقنا؟ اتفقنا. اول حاجه بعملها ان انا بجيب البصل بتاعي وانزله في البوله الاول واحط عليه بقى كل البهارات. ماشي؟ سبع بهارات واهو عندي رشة قرفة اختياري، في ناس تحب القرفة، في ناس ما تحبش، رشة بسيطة. تمام. ورشة جوزة الطيب، وهحط بقى ايه؟ ملح وفلفل اسود. اتفقنا؟ اتفقنا. اعمل ايه بقى انا؟ ادعكوا الاول البصل ده حلو قوي، طلعوا الروايح الحلوة اللي فيه. الخطوة دي بتفرق جدا 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 في طعم اي محشي. اهو الله، الروائح كلها طلعت عندي. وبعدين نزلوا الرز وقلبوا كمان بالرز، ما تدعكوش جامد قوي برضو، انا عايزه الف الرز كده اهو كاني بعمل خلطه حشو ممبار. عارفين خلطه حشو الرز لاي حاجه؟ ممبار بقى، بط، مش عارف، لا سوري، حمام، بط، الحاجات دي كلها فراخ. انا دلوقتي كاني بجد بجد ريحه البصل مع الرز كاني بعمل خلطه حشو الحمام او بط او فرخ. طيب وبعدين اروح بقى جايبه الخضره بتاعتي، طبعا انا بعمله ني في ني، انا ما بعملوش ابدا ايه، بقدونس وكزبره، واحط عليه بقى الطماطم بتاعتنا. واهم حاجه عندي حتى لو الطماطم عندي لونها مش قوي، فانا مجرد ما احط معلقتين صلصه من وادي فود هتظبط لي اللون جدا. مش كده وبس، كمان معلقه هريسه الشطه للناس اللي هي مش كيفت قوي شطه، هتتبسط قوي قوي. يبقى انت بصي يعني ضربتي عصفورين بحجر واحد، ان انت عملتي حاجة مشطشطة خفيف ترضي بيها الناس اللي بيحبوا الشطة، وكمان هتكون حلوة للناس اللي ما بيحبوش الشطة. طيب قبل ما ابدأ احشي عندي هنا المية، حطاها علشان ايه؟ هسلق فيها. بحط فيها ايه بقى؟ كرفس، جزر، بيفرقوا جدا جدا، وورق لوري، وحبهان. تمام؟ تمام. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل الممبار. اجي بقى هنا واروح مقلبه ده كله. في ناس تقول لي فيفا انت ما بتحطيش زيت ولا سمنه في خلطه الممبار، طب واحط ليه زيت ولا سمنه؟ هو دهونه حلوه قوي وكفايه في الموضوع، انا مش عايزه دهون تاني. اجيب بقى عندي هنا واقطع بالسكينه. طبعا يبقوا ايه؟ اطوال واحده. طبعا الدهن بتاعه بيكون جوه، يعني بعد ما بيتنضف بدخل الدهن بتاعه جوه علشان يطعمهولي، ما سيبهوش بره، شكل كمان وطعم. طيب انا عندي هنا الطاسه بتاعتي سخنت قوي، فتعالوا اقول لكم انا بعمل ايه. اللحمة بتاعتي استوت. تمام؟ اوكي. هروح جايبة حاطة زيت زيتون
حبة حلوين ومكعبين زبدة، ثلاثة اتفقنا. وانزل بقى ايه دي اللحمة بتاعتي اهي علشان احمرها. ده كلام كبير قوي. حطوا كمان معاها فص مستكة لو عندكم، اهو فص مستكة احط في النص هيطعم لي الدنيا دي كلها. حط ولا ايه؟ اهو خلاص. طيب واسيبها بقى تتحمر، بس ما تنشفش، خلوا بالكم انا عايزه احمرها مش انشفها. مهم جدا اغطي دي علشان تبقى، انا عايزه احمر اللحمه بس مش عايزه ايه انشفها عشان يفضل طعمها حلو. وبعدين انا ايه واخده حته لحمه دايبه. واجي هنا بقى ايه ابدا، اهو عندي الممبار في احسن طريقه. طبعا في ناس بتجيب ايه ازازه وتحط فيها، طبعا دي حلوه قوي، بس انا اهو موضوع سهل جدا. بفتح كده الممبرايه وامسك الرز واحط كده، الموضوع عندي بيبقى سهل قوي اهي. طبعا ما بملاش قوي اهو، امال هو بيكبر ازاي علشان الرز بيستوي فيه؟ هو لازم يبقى عندي كده، تعالوا بصوا كده، هو بيبقى عندي كده اهو. هو ده لازم يكون كده، لا تخين ولا رفيع. واعمل تاني. طب هيكبر ايه بقى لما ينزل في الميه السخنه والرز بتاعنا يستوي؟ ما تقلقيش، ما تملهوش رز، وهو لا هيفرقع معاكي ولا هيفضي الرز اللي فيه. ودي طبعا اهو ولا كوبايه ولا اي حاجه ولا ازازه ولا قطعناها ولا لا 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 اهو. اروح بقى عامله ايه؟ لازم عندي هنا النار تكون، لازم النار تكون عاليه، وعندي هنا كمان الميه بتغلي. بصوا بقى انزل بايديا الاتنين كده قافله اهو، بصوا ماسكه من الناحيتين، بصوا كده. وبعدين نروح تاني للحله. اهو بصوا ماسكه كده تمام، واروح منزله ايه في الحله. مهم قوي الحركه دي يا جماعه علشان يبقى معايا ممبار ما يطلعش رزايه، ما يطلعش رزايه منه. تعالوا نعمل اخر واحد ونحطه. طبعا بيطلع كبيره ساعه الا ربع ساعه علشان ما يفرقعش برده. اول ما يغلي لمده كده 10 دقايق ويقلب قلبتين ثلاثه، هدي عليه النار وسويه على النار الهاديه. مهم قوي علشان ما يفرقعش منك، وهو طول ما انت بتتعاملي معاه المعامله دي مش هيفرقع منك خالص، ان انت مش مكبساه ومش مليان. طيب وبعدين زي ما قلت لك بعد ساعه، ساعه الا ربع، هتطلعي واحده. مهم اختبر ان الرز استوى. طب امال الممبار نفسه؟ الممبار نفسه كده كده هيكون استوى، ولكن مع التحمير هيزود سوا. اذا انا لما اختبر ايه اللي استوى، ما بختبرش الجلده اللي هي الممبار، لا انا بختبر مين؟ بختبر، استنى بس كده عشان اجيب حاجه اقلب بيها ايه اللحمه بتاعتي. طيب هجيب شوك. بختبر ايه يا جماعه؟ بختبر الرز. بصوا بقى اللحمه، الله بصوا بقى التحميره بتاعتها تجنن اهي، اخدت لون خطير. وطبعا تطلع احط عليها رشه الملح بالفلفل الاسود. انا مثلا بالنسبه لي حته اللحمه دي عايزه رغيف، انا كده احب قوي اللحمه متحمره محطوطه في عيش بلدي غرقانه فلفل اسود ورشه ملح، غرقانه فلفل اسود. طيب نشيل ده
ونجيب الشوربه بتاعتنا علشان نعمل الفته. فين الشوربه يا سعيد؟ علشان نعمل ايه الفته. بعد انا بعمل الفته بتاعتي يا جماعه او الطشه مكان اللحمه، مكان اللحمه يعني بعد ما بحمر اللحمه بتاعتي بعمل ايه؟ شكرا يا سعيد. بعمل الطشه بتاعت الفته. ليه بقى؟ بهاريز. انا كده بحصل على بهاريز البهاريز، التوم بقى يتقلب في البهاريز دي. طيب خلاص كده حمرت معايا، اخدت لون حلو قوي، ما تقسوش عليها عشان ما تنشفش منكم، بس حته الزبده دي وزيت الزيتون طعمتين. ناخد بقى عندي هنا اهي اللحمه مش مستحمله، بصوا بصوا مش مستحمله اهي، واروح عامله ايه بقى، منزله مكان اللحمه دي الثوم الكتير اللي عندي اهو، ثوم بقى مش هحط زبده بقى ولا زيت تاني، بنزل ايه الثوم واحمرها. ونجيب بقى الطاجن بتاعنا او الطبق بتاعنا اللي هنعمل فيه فتت العيد. اول حاجه بحطها هي العيش، ما ببلش العيش، خلوا بالكم ما ببلش العيش. ليه؟ انا عايزاه يلدن كده معايا، ولما احط عليه الرز واحط عليه بعد كده الشوربه يبقى مش طري، مش ببله، خلوا بالكم اهو. وبعدين بروح اجيب الرز بتاعي وابدا احب قوي ايه، يلا اشيل بقى ورقه اللوري اهو، انا حطيت 3 حبهانات هشيلهم. بصوا بقى الرز بتاعي انزله بقى كده اهو، ادي اخر حبهانه كانت علشان ما تروحش تحت ايه سنان حد. بصوا بقى التوم عندي هنا كمان بياخد لون، ما حمرهوش قوي، يا دوبك يصفر، يا دوبك يصفر بس كده. الرز طبعا يتاكل حاف، يتاكل حاف اهو. نوسع كده ونحط الرز ايه في النص. في ناس تحب الرز اكتر من العيش، في ناس تحب الاتنين قد بعض، في ناس تحب لا العيش هو اللي يكون اكتر. انا بالنسبه لي لا، الرز هو اللي يكون اكتر، لان هي فتت ايه رز، مش فتت عيش، فتت لحمه بس بتبقى ايه برز. طيب وبعدين نيجي بقى نرصص اللحمه بتاعتنا اهي، نحط بقى كل اللحمه اللي احنا عملناها خلاص، نرصصها. وهروح للثوم حالا. تمام كده. طيب هعمل ايه بقى؟ خل وادي فود وانزل بيه على الثوم. اسمع الله، بصوا انا ما صفرتش، غمقتش عندي هنا الثوم، مهم قوي. بكمل بايه بقى يا جماعه؟ بشويه شوربه، بكمل بشويه شوربه اهو. يبقى انا بسقي كل الليله بعد ما بحطها على بعضها، وطبعا ممكن احط اللحمه اخر حاجه، وطبعا ممكن احط اللحمه بره. اقلب بقى كل ده وتعالوا بينا على الفته. حط
عملت ايه بقى كل ده علشان نروق لنفسنا كده يا سعيد بعد اذنك عشان نعمل السفرة. يلا بينا عشان نبقى خلاص كده مقدمناش حاجة. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ رشة جوز الطيب كده عليها على الوش اختياري. عايزة اوسع اللحمة تكون شكلها كلها متوزعة عشان ايه على الشاشة، انا شايفة في حتة فيها وحتة مفيش. بصوا بقى اخد بقى واسقي بقى، واخدين بالكم على كله اهو. انزلي بقى كده بالثوم والخل والشوربة عليها كلها، اتفرجي على احلى فتة هتعمليها العيد ده. تمام بس كده خلصنا ايه الفتة بتاعتنا الهيرو بتاعتنا. طبعا لو عايزة بصلصة فانتي هتروحي حطاها على النار وهتروحي جايبة معلقة صلصة وهتحطيها هنا وتسيبيها اختياري على جنب، اللي عايز ياخد اللي مش عايز ياخد اهي. بقيت عندك ايه كمان؟ عندك هنا طشة بالصلصة اختياري، فاهميني؟ اهو بنقلب ونحطها اهو في طبق جانبي. ماشي الكلام، تعالوا نحط دي وتعالوا نجيب الشوربة بتاعتنا. والممبار هيخرج زي ما اتفقنا هنصفيه وبعدين نحطه في زيت ونقليه ويبقى الف هنا. ده كده ايه الممبار. تعالوا ناخد هنا دي نحطها كده، تعالوا نجيب الشوربة بتاعتنا ونقدمها. يلا بينا. اهي طبعا محتاجة شوربة، محتاجة شوربة. الله ريحتها خطيرة، احط لها شوربة من عندي عيش سعيد الشوربة، احط لها شوربة لحم. كبروا الحلة اللي بتعملوا فيها لسان عصفور وكتروا فيها الشوربة، اول ما يغلي غلوتين بالظبط اقفلي على اللسان عصفور. بس انا هنا كنت مضطرة ان انا اسيبه عشان يستوي معايا. اقفلي على لسان عصفور وسيبيه يستوي خلاص من غير ايه ما تكوني معلقة عليه اهو. تعالوا بقى نحط فيه البولات بتاعتنا، ريحتها مش ممكن. عايزه اقول لكم ميكس البقدونس مع الكرفس مع الصلصه حاجه كده مش ممكن. اهي دي هتبداوا بيها هتعجبكم قوي. طبعا يا جماعه الكلام ده مش قاصر على ليله العيد بتاعت النهارده. لا طبعا اهو. واخيرا طبق الممبار الخطير بتاعي. فين البانيه والاسكالوب والحركات؟ تعالوا نحط هنا على بولتين كده، وهنا كمان طبق الممبار نحطه على البورد بتاعتنا. الله سفرة جميلة، يا رب تتجمعوا كلكم حواليها سواء في فطار النهاردة في يوم من أيام شهر رمضان الكريم، أو تتجمعوا عليها في احتفال ليلة عيد القيامة. يا ربنا يعود علينا كلنا الأيام بخير، ويا رب كده دايما أيامنا أعياد ومناسبات حلوة وأفراح، وإحنا زي ما قلت لكم كتير بنتلكك علشان نفرح. النهارده بنعيد على مدام سميرة، بكره هنعيد على ام اسلام. هي دي هي دي الحياه. يا رب دايما متجمعين مش ناقصكم حد ابدا.
يا رب دايما دايما كل بيوتكم فرحانه، يا رب الخير في كل البيوت. اتمنى جدا تجربوا الفته بتاعتي، فته العيد النهارده، تجربوا الشوربه الخطيره دي، ريحتها جباره جباره، كمان الممبار، وكمان الطشه اللي عملناها بصلصه. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه العيد، محضره لكم منيو انما ايه خطير، منيو عيد مش هياخد فيه تحضيره ساعه واحده وانت واقفه في المطبخ ومرتاحه ولابسه لبس العيد كمان ومتشيكه. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. كل سنه وكلنا طيبين، كل سنه وكل اقباط مصر والمهجر بخير وطيبين، وصوما مقبولا وافطارا شهيا، ومفيش احلى من كده. بحبكم، باي باي.